والاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم عن نقطه اساسيه في حياتنا هي الكلام. الكلام جايز البعض يفتكر اللي بجد جهنم، زي مثلا الاكل، السرقه، الزنا، التجريف، حاجات زي كده. لكن ممكن خطايا اللسان تودي جهنم برضه. على راي القديس باسيليوس الكبير بيقول: ماذا استفيد اذا فعلت كل البر ثم قلت لاخي يا احمق وذهبت الى جهنم؟ لان الكتاب يقول: من قال لاخيه يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. اذا ممكن كلمه تضيع الانسان، كلمه واحده. والكتاب بيقول: بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. يعني ممكن ان الدينونة تأتي بسبب الكلام. لهذا كان آباؤنا محترفين جدا من جهة الكلام. ومعلمنا يعقوب الرسول تقريبا كاتب إصحاح بحاله عن اللسان وخطايا اللسان، ذكر فيه أهمية خطايا اللسان، أهمية خطايا اللسان، وكيف إن اللسان عضو صغير، ولكن يقول عنه الكتاب: هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. يعني يشعل الكون كله وهو نفسه يشعل من جهنم. وقال يدنس الجسم كله، فاعتبر ان خطايا اللسان هي خطايا دنس وخطايا نجاسة. ربما إنسان يفتكر أنه طاهر وبلسانه يكون نجسا. والسيد المسيح حينما عاتبه الكتبة والفريسيون على أن تلاميذه يأكلون بأيد غير مغسولة، قال: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. يعني ممكن الكلام الذي يخرج من الفم ينجس الإنسان. يبقى مرة يقول يدنس الجسم كله، ومرة يقول إيه؟ ينجس الإنسان، ومرة يقول يضرب من جهنم. لهذا كان الآباء يحترسون كثيرا فيما يقولونه ويدربون أنفسهم على الصمت. وعلى الأقل إن لم يستطع الإنسان الصمت فإنه يستطيع قلة الكلام. قلة الكلام
لأن الكتاب يقول في صراحة: كثرة الكلام لا تخلو من معصية. حتى بالنسبة إلى القديسين أنفسهم كانوا يحترسون. كان القديس أبا مقارة الكبير يقول لتلاميذه وهم خارجون من الكنيسة: فروا يا أخوة فروا. فيقولون: من أين نفر وقد تركنا العالم كله؟ فيضع يده على فمه ويقول: من هذا فروا. فروا من الكلام اللي ممكن يودي الواحد جهنم. شوفوا معلمنا يعقوب يقول ايه: ان كان احد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر ان يلجم كل الجسد ايضا. يعني الكاملون فقط هم الذين ينجون من اخطاء اللسان. ومع هذا نجد قديسا عظيما مثل ارسانيوس، وكان رجلا كاملا وبرضه كان بيهرب من الكلام حتى مع القديسين. يريد كل انسان بصراحه كامله يجلس بينه وبين نفسه ويحسب خطايا اللسان التي يقع فيه كم هي. يحسب خطايا اللسان بدقة وفي غير تحيز لنفسه وفي غير تبرير، ويشوف كم غلطة من أخطاء اللسان ويعترف بها كلها. العجيب ان البعض احيانا يعتذر يقول: انا ساعات اغلط بلساني لكن قلبي ابيض من جوه. الكلام ده حسب تعليم الكتاب مش مظبوط. ليه؟ لان الكتاب يقول: من فيض القلب يتكلم اللسان. في بعض الترجمات: من فضلة القلب، من فيض القلب يتكلم اللسان. وبيقول: الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. يعني إذا كان قلبك أبيض تكون ألفاظك بيضاء، إن كانت ألفاظك خاطئة يكون قلبك فيه أخطاء. إزاي يعني؟ يعني افرض في انسان بيتكلم كلام فيه قسوة بالنسبة لغيره، الفاظ قاسية او جارحة، هذا يدل على ان القلب فيه قسوة. لو ما كانش القلب فيه قسوة ما تبقاش الالفاظ فيها قسوة، وكان الانسان يحترس في كل لفظ وتكون الفاظه رقيقة. لذلك الشخص الرقيق ألفاظه رقيقة، والشخص العنيف ألفاظه عنيفة، والشخص اللي قلبه مملوء بإدانة الآخرين تلاقي ألفاظه فيها إدانة الآخرين. من فيض القلب يتكلم اللسان. اللسان تعبير عن حالة القلب من الداخل. في ملاحظة عايز اقولها لكم بالنسبة للكلام، ان كل كلمة تخرج من فمك لا تستطيع ان تسترجعها مرة اخرى، خرجت واتحسبت عليك، تقدرش ترجعها.
جايز تعتذر عنه، جايز تقول ما كانش قصدي، جايز تبررها، جايز تندم عليها، لكن ما تقدرش ترجعها، خرجت وخلاص. فالإنسان الذي يحترس، يحترس قبل أن يتكلم وليس أن يحاسب نفسه فقط بعد أن يتكلم. ما أعجب هذه العبارة التي قالها داود النبي في المزمور بروح الصلاة، قال إيه؟ ضع يا رب حافظا لفمي بابا حصينا لشفتي، باب حصين لشفتي. ليه؟ عشان ما اتكلمش، لئلا اخطئ بلساني. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. طب اذا كان في باب حصين يبقى امتى افتح فمي؟ انا ما افتحوش، انت يا رب افتح يا رب شفتي فينطق فمي لتسبح. انت اللي تفتح شفتي. وهنا اسال هذا السؤال، هل في كل مره انت تتكلم يكون الرب هو الذي فتح شفتيك للكلام؟ ان كان ربنا هو الذي فتح شفتيك للكلام حينئذ سينطق فمك بتسبيحته. الانسان الصالح إذا تكلم يكون كلامه للبنيان، كلام للبنيان، يبني النفوس، يبني سامعيه. فاسأل نفسك، هل كلامك للبنيان ولا لا؟ طبعا في كلام كله خطأ، باللسان زي الكذب، زي المبالغة، التجديف، الشتيمة، الثرثرة التي لا قيمة لها وتضيع الوقت. في حاجات تانية في اللسان تختص بالآخرين، زي مثلا واحد يتكلم فيجرح شعور غيره أثناء كلامه، أو يضحك فيتريق على غيره وغيره يتعب من هذه التريقة ومش قادر يرد عليه. او ليس فقط يضحك على غيره، انما يضحك الاخرين عليه، يتهكم. او واحد يهين غيره بالكلام، أو يتهم غيره أثناء الكلام، أو إنسان يحقق مع غيره أثناء الكلام، يحقق معه. أو إنسان يتدخل في شؤون غيره بأي طريقة أثناء الكلام. ده المسيح مرة قال من أقامني قاضيا؟
وهو قاضي الكل. فأنت أيضا من أقامك قاضيا لغيرك عشان تحقق أو تحكم أو تتكلم أو تتدخل في شؤون غيرك. الضحك مفروض إذا الإنسان ضحك زي ما قلت مرة في إحدى المحاضرات، ممكن تضحك مع الناس لكن لا تضحك على الناس. يعني إنسان تعبان تقول له كلمة فكاهة بسيطة تريحه أو تعزيه، موقف محرج جايز الواحد يخرج منه بكلمة ضحك، لكن لا يتحول إلى مستوى المستهزئين أو إنسان يصبح إنسانا مهزارا. فكل شيء بمقدار يمر، يكون بمقدار ويكون ليس فيه خطأ وليس فيه جرح للناس. يعني إن كان الضحك للبنيان يمر، لكن إن لم يكن هكذا ما يمرش، وإن كان بحساب يمر، لكن إن زاد عن حده لا يمر. اجلس بينك وبين نفسك وشوف ما هي أخطاء لسانك. هل في كل يوم تتراكم عليك الخطايا بسبب اللسان؟ ده الكتاب بيقول إن أعثرتك عينك فاقلعها وإن أعثرتك يدك اليمنى فاقطعها. يبقى إن أعثرك لسانك على الأقل اسمك، إن أعثرك لسانك على الأقل اسمك. خطية اللسان في الواقع خطية مزدوجة. يعني مزدوجة؟ يعني ليست كخطية الفكر قاصرة على صاحبها، وإنما هي تؤذي المتكلم والسامع أيضا. يعني إنسان يكون جالس في هدوء فيجد طارقا قد طرق وعايز يحكي معه، يحكي معه، فيصب في أذنيه كلاما يتعبه، يقول يا ريتني ما قعدت القعدة دي، يا ريتني ما سمعت. بالكلام يدخل إلى ذهنه أفكارا تتعبه، أو يسوّه علاقته مع آخرين، أو يشوه آخرين في نظره، أو يجيب له شكوك بالكلام. ما هو الشك مرض ينتقل بالعدوى من إنسان لآخر أحيانا. واحد عنده شكوك يقعد مع واحد يخليه يخرج زيه، مش ضروري شكوك في العقيدة، شكوك في الآخرين، شكوك في معاملة عامة. إنسان عنده تذمر يتكلم كلام تذمر فينقل مرض التذمر إلى غيره، يلاقي غيره خرج متذمر. إنسان متضايق يصب ضيقته في آخرين فيخرجوا متضايقين زيه. عدوى. يبقى خطية مزدوجة، خطية لسان بالنسبة للمتكلم من جهة كلامه، وخطية إعثار آخرين أو إحزان آخرين بالنسبة للنتائج التي تحدث للمستمع. وجايز انت تتوب على خطية اللسان
لكن كيف تعالج نتائجها بالنسبة للآخرين الذين سمعوك؟ أهو ده سؤال. يعني إذا وقعت في خطية فكر بينك وبين نفسك تقدر تعالج الفكر، لكن إذا غلطت باللسان ولسانك ضر غيرك وانت بينك وبين نفسك تعالج مع نفسك، لكن غيرك اللي انضر تعالجه ازاي؟ ولهذا يقول الكتاب نصيحة جميلة جدا، يا ريت نحفظها: ليكن كل إنسان مسرعا إلى الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب إلى آخره. مسرعا إلى الاستماع مبطئا في التكلم. وقال أيضا إن الاستماع أفضل من التكلم، الاستماع أفضل من التكلم. لما تكون مبطئا في التكلم من فائدتها إنك تزن الكلمة قبل أن تقولها، توزن الكلمة قبل ما تقولها، تفكر في الكلمة قبل ما تقولها. مش بس تفكر في الكلمة هي صح ولا غلط، إنما غيرك هيفهمها على محمل إيه، نتائجها بالنسبة للسامع إيه. ده ممكن كلمة تعمل مشكلة، يا ما في مشاكل بدأت بالكلام. هو كل المتاعب التي تعبتها البشرية من جهة خطية آدم وحواء بدأت ازاي؟ بكلمة قالتها الحية لحواء، بالكلمة اللي قالتها البشرية ما زالت تدفع الثمن لغاية دلوقتي. أحقا قال لكم الله لا تأكلا، كلا لن تموت. شوية كلام، والكلام ده أحدث تأثيره والبشرية ضاعت وهلكت، واضطر الله أن يفدي العالم، ودخلت في قصة طويلة، قصة الخلاص سببها كلام. صدقوني إن السلام بين الناس يدخل فيه إلى حد كبير الكلام، والكلام الكثير هو الذي يضيع السلام بين الناس وبعضهم البعض. والصامتون هم في حال أكثر سلاما من المتكلمين. لو عرف الإنسان هذا لاشترى سلامه مع الآخرين بقليل من الصمت، أو على الأقل باحتراس في الكلام وتدقيق في كل لفظ. اختيار الألفاظ فضيلة كبيرة، تخير نوع اللفظ الذي تقوله. جايز إنسان يعبر عن كلامه، يعبر عن أفكاره بكلمة هادية، وواحد يعبر عن أفكاره بكلمة تعمل مشكلة، والفرق بين الاثنين إن ده بيختار لفظة كويسة والتاني بيقول لفظة جارحة أو لفظة مقلقة أو لفظة تفهم بمعاني متابعة. تخير الألفاظ، امتى الانسان يتخير الالفاظ؟ اذا طاوع كلمة الرسول مبطئا في التكلم. في انسان يتكلم على طول على طول على طول بلا رقابة، بلا تدقيق، بلا ضابط،
كل كلمة تأتي إلى ذهنه يلفظها فمه، وليكن ما يكون بعد ذلك. وكثرة الكلام لا تخلو من معصية، وإذا قعدت تتكلم على طول بدون تفكير ما هتغلط. هو أنت يعني كامل؟ ده كتاب بيقول إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم الجسد كله. ياريت نراجع أنفسنا في موضوع الكلام. طبعا حكاية أخطاء اللسان دي كتيرة جدا، وممكن كل خطأ من أخطاء اللسان يحتاج لمحاضرة كاملة الناس يفهموها فيها. حاجة أخيرة عايز أقولها، إن هناك إنسان حساس لكلامه، يدرك بسرعة خطأه في الكلام لكي يتوب عنه ويصلحه، وإنسان آخر ليست له حساسية فيخطئ ولا يحس ويتطور في أخطائه من سيء إلى أسوأ دون أن يلومه ضميره، ما عندوش حساسية لكلامه، وجايز يجرح غيره ويقول لك ما خدتش بالي، أنا آسف ما خدتش بالي أبدا، ما كنتش إيه ده. هو كلمة دي تجرح صحيح؟ الإنسان الحساس يعرف الكلمة اللي تجرح واللي ما تجرحش. كونوا حريصين في كلامكم، مدققين في ألفاظكم، ولتكن ألفاظكم للبنيان، وتذكروا قول الكتاب عن عروس النشيد: شفتاك يا عروس تقطران شهدا، فهل فمك يقطر شهدا؟ هل كل روحيات؟ هل كل من يستمع إليك يستمع إلى كلمة منفعة؟ اسأل نفسك. نكتشف كده. أو فيها نواهي، أو فيها تعالي على الآخرين، أو فيها نقد لاذع يجرح، أو محاولة غربلة الناس. يعني في أشخاص غاويين كل ما يلاقوا واحد يغربلوه، والمثل بيقول من غربل الناس نخلوه. الناس ما بيسيبوش تمسك واحد وتنزل فيه، على الأقل إن ما ردش بلسانه قلبه بيتعب من جوه، وجايز ربنا هو اللي يرد بداله. لهذا نجد ان القديس أرسنيوس قال عبارة جميلة، قال: كثيرا ما تكلمت فندمت، اما عن سكوتي فقدت ما ندمت. طبعا كلنا حافظين هذه العبارة، لكن المهم ما مدى فاعلية هذه العبارة في حياتنا وفي قلوبنا وفي تصرفاتنا. سهل جدا الواحد يحكي حكاية أرسنوس، لكن مش سهل يحيا حياة أرسنوس. سهل انه يردد عبارة حكيمة، لكن مش سهل ان يجعل العبارة دي جزء من حياته. كثيرا ما تكلمت فندمت، اما عن سكوتي فقط ما ندمت. اذا في اخطاء في الكلام بتجعل الانسان يندم، ولكن زي ما قلت لكم ان جايز يندم لكن ما يقدرش يسترجع الكلام، تاخد قال وخلاص
خرج واتحسب عليه. لكن اللي اصعب من كده ان الانسان يخطئ ولا يندم. دي حالة اصعب، الانسان يخطئ ولا يندم. واصعب من الاثنين انه يخطئ ولا يشعر انه اخطأ ويقول ايه هو في ايه هو حصل ايه. وانا قلت هكذا. وطبعا الذي لا يحس خطأه والذي لا يندم على خطئه اذا احس هيستمر في نفس الطريقة ونفس الاسلوب. ولهذا نجد كلام معلمنا يعقوب الرسول عن اللسان كلام صعب. مرة قال عليه ان هو نار وان هو يضرم من جهنم ويضرم دائرة الكون. وقال عليه تاني في نفس الاصحاح انه شر لا يضبط مملوء سما مميتا. كلام صعب، نار وشر ومملوء سم. وقال به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. وهنا نجد مسألة مهمة في خطورة الخطأ إلى الناس بالكلام، إن الناس دول مش مجرد ناس. أمال هم إيه؟ هم صورة الله ومثاله، ناس تكونوا على شبه الله. فلما أنت تخطئ إليهم يبقى مش بتخطئ الى مخلوقات عادية، بتخطئ الى صورة الله. وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شكل الله. وعبارة يلعن في لغة الكتاب مش معناها مجرد كلمة لعنة، يعني اي نوع من الشتيمة في لغة الكتاب بتعتبر لعنة. فاللسان غير المنضبط هو نار، هو شر، هو سم، هو نجاسة ايضا، لان ما يخرج من الفم ينجس اللسان. المزامير تكلمت عن خطايا اللسان بأسلوب صعب، يعني قالت مرة لسانهم كالسهام، ومرة قال شفاه غاشة. ولكن لعل أصعب عبارة قرأتها في حياتي وبخاصة في المزامير ضد اللسان وأخطائه عبارة صعبة، بيقول ايه؟ حنجرتهم قبر مفتوح. تصوروا ناس بيخطئوا وداود بيقول حنجرتهم قبر مفتوح. تخيلوا الصورة تبقى جنسها ايه. ولهذا الناس على نوعين، في انسان تحب كلامه تقعد معاه تحب كلامه، وفي انسان تتحاشى كلامه تشعر انك بتنضر من كلامه، سواء بتنضر فكريا او بتنضر في علاقاتك مع الناس او بتنضر روحيا في حياتك الروحية، فتحاول انك تتحاشى الكلام معه، او بتنضر نفسيا بيخدش شعورك بيجرحك بتخرج تعبان.
والكلام يعبر عن شخصية الإنسان، يعني المسألة مش مجرد كلام، الكلام بيعبر عن شخصية الإنسان. احنا قلنا انه بيعبر عن القلب من جوه، من صيد القلب يتكلم اللسان كما قال الكتاب، وأيضا يعبر عن الشخصية. الكتاب بيقول لغتك تظهرك، لغتك تظهرك، يعني توري أي نوعية من الناس تكون أنت. في الرهبنة من أجل أخطاء الكلام وضع قانون في المجمع إن الرهبان لا يتكلمون إطلاقا أثناء عمل المجمع. أي عمل من أعمال المجمع مفروض أن تكون فيه قراءة مقدسة من البستان، بستان الرهبان، أو أي كتاب روحي يختاره الأب المسؤول، لسببين: من الناحية الإيجابية ينشغل الفكر بالروحيات، والسبب الثاني من الناحية السلبية لا يكون وقت العمل وقت تسيب في الكلام مع ما يحمل هذا التسيب من أخطاء وأيضا من عثرة للآخرين، بحيث إن الراهب يشعر إن عمل المجمع يتعبه روحيا لأنه يسمع فيه ما لا يود أن يسمعه. وطبعا هذه حكمة من الآباء أن يفعلوا هكذا، دي من ناحية اجتماع المجمع. لكن من جهة الحياة الخاصة والمعاملات الفردية هناك أشياء كثيرة يفترض أن الإنسان يكون حريصا فيه. لعل من أجملها قول القديس الأنبا أنطونيوس: اجعل كل أحد يباركك، يعني خلي كل واحد يدعي لك يقول كلمة بركة علشانك. وطبعا دي ناتجة من ناحيتين، إما من تصرفاتك وحسن معاملتك كل واحد يتعامل معك يدعي لك يقول لك كلمة بركة، وإما من كلامك الطيب كل واحد يباركك. اجعل كل أحد يباركك، يريد نجعلها مبدأ في حياتنا عبارة اجعل كل أحد يباركك. من جهة الناس خذ بركة كل إنسان، ومن جهة نفسك الكتاب بيقول باركوا ولا تلعنوا. باركوا ولا تلعنوا يعني قولوا كلمة طيبة ولا تقولوا كلمة تخدش إنسانا أو يشعر فيها بإهانة، لأن الإهانة نوع من اللعن. ولهذا هناك بعض آداب للحديث مفروض أن الواحد ياخد باله منها، هقولها باختصار لأن احنا بنتكلم بصفة عامة عن الموضوع
بلاش نخش في كل نقطة بالتفصيل دلوقتي، نقولها باختصار. أول حاجة إذا تكلمت لا يكن هدفك في الكلام أن تغلب أو أن تظهر معرفتك أو أن تأخذ كرامة من كلامك، فكل هذا يدخل في نطاق المجد الباطل. إنسان يتكلم في ادعاء المعرفة كأن يتكلم في أي موضوع ولو خارج دائرة اختصاصه أو خارج دائرة معلوماته، وإذا فتح له أي موضوع يتحدث فيه بلا فحص. يعني الناس بيتكلموا في السياسة هو يخش معهم في السياسة، طب ما تقول لنفسك الموضوع ده أنا دخلي فيه إيه، خليني بعيد، لا يخش في الأخبار، يخش في الأخبار، طب يمكن الأخبار دي مالكش علاقة بيها، أهو يخش. جايز مالكش معرفة بيها أو المعلومات اللي عندك ليست من مصدر موثوق به، لكن المهم يتكلم وبس، وجايز يتكلم بلهجة الواثق مما يقول. فياريت الإنسان يعود نفسه إن هو لا يتكلم في كل موضوع، لا يتكلم في كل موضوع، يعني بعض موضوعات يضع لنفسه قانونا انه لا يتدخل فيه، وان كان من اجل الادب يستمع، لكن مفيش داعي يتكلم لان التجاوب بيزود الكلام. ادعاء المعرفة جايز يجيب العكس، لأن ربما كلام الناس يكشفوا فيما تقول موضوع ما تعرفوش بيكشفك، ولو صمت لكنت أفضل. ولذلك يقول الكتاب إذا صمت الجاهل يحسب حكيما، إذا صمت الجاهل يحسب حكيما، يقصد بالجاهل اللي يجهل الموضوع ده بالذات، لأن جايز إنسان يكون عالم في موضوعات كثيرة لكنه في هذا الموضوع بالذات يجهله. إذا صمت يحسب حكيما. ولهذا ليس مخجلا إطلاقا، بل هو أمر لائق إنك في بعض الأوقات إذا سئلت قل لا أعرف. القديس الأنبا أنطونيوس امتدح القديس الأنبا يوسف، لأن لما الأنبا أنطونيوس سأل سؤال عن رأي الرهبان في آية كل واحد تطوع يقول رأيه ما عدا الأنبا يوسف قال لا أعرف، فالأنبا أنطونيوس قال له طوباك يا أنبا يوسف لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف. عرفت الطريق إلى إيه؟ إلى كلمة لا أعرف. لكن واحد يحسب نفسه انه يعرف كل حاجة وكل حاجة يتكلم فيه ويلقي دلوه في الدلاء سواء كان يفهم او ما يفهمش، ده كلام مش مقبول. افتكر مرة من المرات حصلت الحكاية دي على ما اظن سنة 58، يعني من قيمة 24 سنة، كان واحد بعت لي أسئلة خاصة بالموت والروح، أسئلة كثيرة، وبعت لثلاث أشخاص أنا واحد منهم،
فوصلت لنقطة معينة وقلت له فيها صدقني ان اصدق عبارة اقولها لك في هذه النقطة هي انني لا اعرف. مع ان كتبت له حوالي بعد كده حوالي صفحتين في نفس النقطة دي، وبعد الصفحتين قلت له على الرغم من كل هذا احب اقول لك اني لا اعرف، والكلام ده كله مجرد فكرة ومعرفش الحق فين. كان السؤال اللي قلت له عليه لا اعرف هو هل الروح شكل؟ وانا طبعا الا عرف هل الروح ايه شكل. لكن من القراءات الروحية ومن سير القديسين امكن الواحد يقول مجرد رأي، لكن الرأي غير ثابت. مش عيب ابدا الواحد يقول انا مش متأكد من النقطة دي، او انا بقول لك النقطة دي لكن معرفش اذا كان صح ولا غلط، او تقول اللي قصادك منك نستفيد يعني انا مش عارف. في انسان كلمة لا اعرف ثقيلة على لسانه وما يقدرش يقولها لانها تجرح كرامته. بالعكس من كرامتك ان تقول لا اعرف، فهذا خير من ان تقول كلام جهل وكلام تثبت المعرفة الحقيقية انه ليس له اساس. اذا من اخطاء اللسان ان الانسان احيانا يدعي المعرفة ويتكلم في اي موضوع، ده اخطر من هذا ان يؤكد ما يقوله. وان لو واحد قال له الكلام ده غلط يجادل ويعاند ويلح ويثبت ان كلامه صح. طب وليه كده؟ لماذا هذا الاتلاف؟ ممكن الواحد يقول ما اعرفش ويسكت. قد يكون صمتك اكثر صدقا من كلامك، قد يكون صمتك اكثر صدقا من كلامك، وقد يكون صمتك اكثر نفعا من كلامك، وقد يكون صمتك احيانا اكثر كرامة لك من كلامك. يعني في ناس يفتكروا ان الكلام هو اللي يعبر عن قيمته وساكت يعني مش عارف. ما فيش حاجة، في حاجات كثيرة كلنا ما نعرفهاش. ايضا اذا تكلمت مع احد لا تقاطع احدا اثناء كلامه. من اداب الحديث ان الواحد ما يقطعش غيره، يستنى لما غيره يكمل الكلام. ومن اداب الحديث ايضا ان الانسان ما ياخدش الجلسة لحسابه، يعني اذا كان قاعد مع ناس يركنهم كلهم وهو يقعد يتكلم لوحده ويسكت الاخرين لكي يتكلم هو، لان المعرفة موجودة عنده وليس عنده. كن متواضعا في حديثك مع الناس واشعر الكل بانك تستفيد منهم. حتى لو شخص قال كلاما انت تعرفه من قبل تظاهر بانك لا تعرف، واتركه يقول الى اخر حديثه، لان ليس من الادب ان تجرحه وتسكته. لان ما تقول له عارف يعني معناها اسكت بقى، وكنا ما تقول له اسكت يعني برضو جرح ليه. واشكر كل احد على كل كلمة تستفيد منها. واذا كنت بتكلم واحد واخطأ في الحديث يعني جاب معلومات غلط، لا تجرحوا ولا تخجلوا ولا تكشفوا امام الناس. واذا كان للمنفعة ان تصحح معلومة من المعلومات
ليكن ذلك بطريق غير مباشر يفهم في سياق الحديث بدلا من أن يكون لطمة مباشرة لمن يتحدث معك. وإن كان الحق في الجانب الآخر فلا تماحك ولا تجادل، وإنما أشكر اللي قصادك إنه قالك إيه الحق يعني، لكن مش تصر وتعاند، لابد إنك أنت الحق معاك ومعروف الخطأ واضح. دي مسألة مش لطيفة ومش كويسة. في المناقشات لا يكن هدفك أن تغلب مناقشك، إنما هدفك أن تصل إلى الحقيقة. من أحسن اللاهوتيين في تاريخ علم اللاهوت في هذه النقطة بالذات القديس ديديموس الضرير. القديس ديديموس الضرير كان يكسب الناس وليس هدفه أن يغلب الناس، يعني ما يناقش واحد مش هدفه أن يغلبه، هدفه أن يكسبه. ولذلك استطاع أن يجذب إلى المسيحية كثيرا من فلاسفة الوثنيين بأدبه في المناقشة اللاهوتية. إذا تكلمت مع أحد فلا تحاول أن تحطمه أثناء الكلام ولا تهدمه، لأنك لو حطمت إنسانا يقول لك الله من يدك أطلب دمه، من يدك أطلب دمه. إن المسيحية ليست صليبا نعلقه على صدورنا أو اسما مسيحيا يدل علينا، إنما هي حياة. إن كان الواحد في حياته لا يدل على مسيحيته ولو بالكلام فماذا إذن بالفعل؟ بالفعل أصعب. إذا تكلمت في مجتمع من الناس فلتكن آخر المتكلمين، لا تزاحم الناس في الحديث، اعطهم مجالا ليتكلموا. في بعض الأخطاء يصلح الكلام المنفرد ولا يصلح المواجهة أمام الناس. ربما شخص بينك وبينه يقبل الكلام المنفرد ولا يقبل الكلام أمام الناس. في حديثك حافظ على وقت محدثك، فلا تطل الكلام وربما غيرك مشغول وعنده واجب عايز يعمله وعنده مشغوليات وانت نازل كلام. ان كنت بتتكلم مع واحد وشعر بغلطه ما تقعدش تدوس عليه اكتر وتذله، خلاص مرر الحكاية كأن ما جراش حاجة. لا تكن لحوحا في الكلام وتتعب الناس بإلحاحك. في كلامك أيضا لا تطيل الكلام في نقطة بحيث تاخذ وقت أزيد مما يجب، يعني نقطة ما تستهلش الكلام فيها دقيقة ما تقعدش تتكلم فيها ربع ساعة، تقعدش فيها نص ساعة، ما تضيعش الليلة كلها والنهار كله في موضوع ربما ما يستهلش الكلام خالص. الواحد سألك سؤال يترد عليه بجملة بلاش تقول له محاضرة، وان سألك سؤال يترد عليه بكلمة بلاش تقول له جملتين ثلاثة. تكلم على قدر حاجة الموضوع وعلى قدر وقت سامعك، وليكن كلامك بصوت هادئ متزن وديع. كل دي من النواحي
السلبية في الكلام تبقى النواحي الإيجابية دي برضو نتكلم عليها إن شاء الله.